نريد حل جذري، نريد انتظام صرف المستحقات. الطالب الذي سافر للبحث عن إشباع عقله بالعلم، عملت الحكومة على تقزيم طموحاته ليصبح أقصاها البحث عن إشباع بطنه بسبب قطع صرف المستحقات عنه. منذ بداية الانقلاب عانى الطلاب المفدون إلى دول الخارج، كما عانى جميع أبناء الشعب اليمني من تسيب وإهمال الحكومة وترك مصيرهم مفتوحاً على المجهول. وفي أغسطس 2016 أقامت اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج العديد من الاعتصامات في العديد من الدول للمطالبة بصرف مستحقاتهم والعمل على إيجاد حل شامل لمشكلتهم كي يتم الصرف بشكل منتظم ولا تتكرر عملية التوقيف أو التنزيل غير المبرر للطلاب من كشوفات الاستحقاق واستيعاب طلاب الاستمراريات وحل مشاكل الرسوم الدراسية. رفع الطلاب بمذكرات وناشدوا الحكومة بعمل حل جذري كي لا يضطروا للاعتصام في كل ربع مستحق، لكن لا تجاوب على الإطلاق من الحكومة. وفي الوقت ذاته تعنتت السفارات وأغلقت أبوابها في وجههم وسعت جاهدة لمنعهم من إيصال رسالتهم والمطالبة بحقوقهم، بل ذهب بعض السفراء إلى سجن الطلاب واستدعاء الشرطة لهم وضربهم من قبل قوات الأمن في دول الابتعاث. طالب الحكومة اليمنية بسرعة صرف المستحقات، مستحقات الربع الثاني والربع الثالث. في العام 2017 تأخر صرف مستحقات الطلاب لثلاثة أرباع، وكالعادة لم يجد الطلاب سبيلاً سوى الاعتصام ليتم الاستجابة لهم، لكن بصرف الربع الأول في موعد الربع الثالث. وهكذا تأخير متعمد لإشغال الطلاب في قضايا متابعة المستحقات، وأن يظل الطالب مهدداً بالجوع والفصل من الجامعة بسبب الرسوم الدراسية. تنوي اللجنة التنسيقية للطلاب في الخارج حالياً ببدء برنامج تصعيدي لصرف مستحقات الربع الثاني والثالث والرسوم الدراسية إلى جانب صرف تذاكر الخريجين للعودة إلى الوطن. سيتخذ البرنامج التصعيدي عدة مراحل ابتداءً بوقفات احتجاجية وانتهاءً باعتصام مفتوح. رسالة إلى وزير الخارجية، نناشد بأشد أنواع العبارات التدخل. ويستمر الطلاب المبتعثون برفع أصواتهم مطالبين بصرف مستحقاتهم. في المقابل تستمر الجهات المعنية في إغلاق آذانها وتصعير خدها لهم.